فوز مستحق النادي الاهلي اكيد يا ايمن، طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه، وكان ممكن فوز يطلع بشكل احسن من كده ورقم اكتر من كده بكتير، لكن طبعا تقول الحمد لله انت بتلعب برضه فريق مش قليل، فريق الزمالك 5-3 نتيجه كبيره جدا. واضح ان الدوري ده هيحصل فيه رقم مش طبيعي في الاهداف. في الاهداف البدايه 4-4 كده 4-4 3-0 يعني النهارده 5 يعني النتائج غريبة شوية، لكن في الآخر مش مشكلة، أنا بحب النتائج بس أهم حاجة في صالحنا الحمد لله. صحيح. مبروك للنادي الأهلي وفوز مستحق من كل وجوه. لما نيجي نتكلم عن مباراة فنية هنتكلم عليها، لكن ما كانش في شك النهاردة من بداية النادي الأهلي إن ممكن يحصل أي رجوع للزمالك حتى في الشوط الثاني لما حدوث تغييرات كده. لا واضح النادي الأهلي هو خلاص تسيد المباراة، وعشان ترجع مع الفرقة الكبيرة زي النادي الأهلي دي مش سهل، تاخد وقت كبير قوي 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 انك ترجع بسرعه حتى بعد ما جاب الاهداف نادي الزمالك. صحيح. لكن مبروك للنادي الاهلي، اداء واهداف حلوه قوي واداء مقنع من البدايه. في بعض الحاجات كده في الاخر لكن مقبوله، ما فيهاش مشكله خالص، انت كسبان، لكن واضح من البدايه النادي الاهلي النهارده ده يوم النادي الاهلي. صحيح. في كده ايام كلها مرينا الموضوع ده، ده يومنا النهارده، يومنا، وده ما يجي يومك استغله كويس، واحنا فعلا استغلناه كويس جدا. مظبوط. مبروك، نتيجه ممتازه وفي الاخر 3 نقاط كويسين جدا في صراع الدوري. 3 مباريات ب9 نقاط الحمد لله. ومكسب اكيد كبير على يعني يبقى في الذاكره، لما كابتن شريف كان بيتكلم وقت في مكاسب كده بتتكتب في التاريخ، وكان اسامه بيتكلم النهارده المكسب ده اتكتب في التاريخ 5-3، هتكتب في تاريخ كل اللعيبه لعبه النهارده والجهاز الفني والطب كل الناس اللي موجوده مع الفريق. 5-3 النادي الاهلي النهارده كسب، الف الف مبروك، وان شاء الله رب القادم احسن يا رب باذن الله. ربنا يعين كابتن اسامه، كابتن بلال سوري.